<applause> تفكر تدبر تأمل مليا بصنع الإله القدير المليك فهذه السماوات ذات البروج صحار تناهت وبحر يموج، وبر وروض كسته المروج، وماء رقيق وصخرا سميك، وكل الذي في الوجود تراه دليل على انه الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الجن عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وجعل لهم صفات خاصة يتميزون بها عن صفات الانس ومن, ذا ومن تلك الصفات أنهم يروننا من حيث لا نراهم كما قال تعالى عن إبليس انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وان الله سبحانه وتعالى أعطاهم خصائص كثيره فمع تخفيهم واطلاعهم على احوالنا دون ان نطلع على احوالهم اعطاهم قوه على الانتقال من مكان الى مكان وعلى مزاوله اعمال وتصوير اشياء والقيام بحركات ليست في مقدور البشر لذلك فان البشر اكبروا الجن واستعظموهم وصارت لهم في نفوسهم هيبه وصار بعض الانس يتقون شرهم بالتقرب اليهم والاستعاذه ببعضهم من شر بعض بما انهم في زعم او في ظنون بعض البشر البعض شرير والبعض خير فكانوا يلوذون ويستعيذون بمن يظنون انهم اخيار ليقوه ليقوهم من شر الاشرار والحقيقه لا شك ان في الجن اخيار واشرار لكن بما انه عالم غيبي لا يستطيع الانسان ان يجزم بان هذا من الاخيار او هذا من الاشرار لانه ليس لسنا نرى ووسائل المعرفه بهم ليست متوفره لدينا. لذلك آه فينبغي ان لا نسرف في تضخيم شانهم ولا في الثقه بان منهم اخيار ويمكن لهؤلاء الاخيار ان يعينونا على بعض ما نريد ولكن الذين لم يستنيروا بنور الوحي تجاوزوا هذا الامر واعظموهم حتى صاروا يعبدونهم من دون الله ولذلك فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قال نزلت في نفر من الجن في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب وفي روايه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن واستسلمت الانس واستمسك الانس بعبادتهم فنزلت هذه الايه هذا نص واضح على ان قوما من المشركين العرب الجاهليين كانوا يعبدون الجن شهد بها القرآن حسب تفسير وتوضيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا فكون هؤلاء المشركين يعبدون الجن هذا أمر ثابت لا شك فيه كيف يعبدونهم غالبا يعبدونهم خوفا من شرهم كما قال الله عز وجل وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كيف قال ان هؤلاء الانس اذا نزلوا واديا او نزلوا صحراء وبيداء موحشه قالوا نعوذ بكبير هذا الوادي من شر قومه تنبه الجن إلى أن الإنس يعظمونهم ويخافون منهم فبدأوا يرهقونهم يرهقونهم بالإضلال والإيقاع في الأخطاء وفي الانحرافات أو بالطلبات يطلبون منهم الفداء ويطلبون منهم الذبائح ويطلبون منهم ان يقدموا لهم اشياء او انهم يفتنونهم فيما بينهم البين فصار آه واضح وثابت ان الجن قد عبدت من دون الله تبارك وتعالى وعباده الجن هذه قطعا القرآن قضى عليها اوضح بطلانها و شجرتها لكن بقي او دخل الشياطين من جهه اخرى في الامه دخلوا من جهه الكهانه والعرافه والسحر كما سيأتي دخلوا من هذه الجهات ليوهموا هؤلاء السحره والكهنه والعرافون يوهن الناس بان الجن تعبث بحياتهم وانها قادره على ان يسعدوا بعض الناس ويعطوهم ما يطلبون وما يشتهون او ان يشقوا بعض الناس ويسلطوا عليهم الافات والمصائب والامراض وغير ذلك فاذا جاء هؤلاء الناس الى عند هذا العراف او عند هذا الكاهن قال لهم انه نعم انا عندي لك علاج لكن اريد منك ان تذبح ذبيحه ودون ان تسمي الله عليها وتضعها في المكان الفلاني في الشعب الفلاني في الكهف الفلاني عند الحجره الفلانيه او الشجره الفلانيه ما هي هذه الذبيحه التي يذبحها إنها قربان للشيطان قربان للجن إذن فلا زال الجن يعبدون من هذه الناحية ما في أحد الآن يسجد للجن إلا إن كان يريد منهم مثل السحرة والكهنة الذين يريدون أن يعقدوا معهم صفقات كبيرة بحيث أن الجن تخدمه خدمات يضلوا بها الناس أما عوام الناس فليس منهم من يسجد للجن وليس منهم من يدعو حتى الجن لأنهم يعرفون أو وقع في بالهم أن الجن والشياطين إنما هي خلق سيء قبيح مؤذي لكن جاءت الفرصة بأن يتقربوا إليهم يعبدوهم اتقاء لشرهم ووسيلة العبادة هي الذبح لهم من دون الله تبارك وتعالى بدليل أنهم عندما يذبحون هذه الذبائح لا يسمون الله سبحانه وتعالى عليها ولو أنهم سموه لما نفعت هذه الذبيحة أسأل الله عز وجل أن يجنبنا ويكفينا شرور الإنس والجن ممن يعملون على الإضلال والإيذاء وأن يختم أو أن يثبتنا على الحق انه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين دليلٌ على أنه